كونوا جديرين بنا. هذا ما قاله للساسة الضابط دان جولدفوس قائد الفرقة 98 التي تحارب في غزة. رسالة مباشرة من الجيش للساسة عبر الإعلام الإسرائيلي وليس في الغرف المغلقة. مجرد حديث الضابط الإسرائيلي علناً هو أمر نادر في إسرائيل التي تحظر على ضباطها وجنودها الخوض في السياسة أو حتى التحدث بالإعلام دون إذن الناطق بلسان الجيش. وقد جرت هذه التصريحات ردود فعل متفاوتة ضده من قبل الساسة والإعلام في إسرائيل، ووصلت الأمور حد استدعائه لمجلس استماع لدى رئيس هيئة الأركان. لكن الأهم هو ما دفع الضابط للكلام، فتصريحاته هي تعبير واضح عن اتساع الهوة بين الجيش والساسة في إسرائيل. فبينما يقاتل الجيش كجسم متحد يرى الضباط والجنود، كيف تشتعل الخصومة بين الساسة وكيف أن المستوى السياسي وبسبب مصالح سياسية لدى البعض يتجنب اتخاذ قرارات سياسية تؤثر مباشرة على عمل الجيش، كالقرار حول رفح أو العودة لشمالي القطاع أو حتى اليوم التالي في غزة. وعلى ضوء كل هذا الجمود يرى الجيش منجزاته العسكرية التي وصل إليها بثمن باهظ تضيع أمامه ببطء. وما يثير القلق في إسرائيل هو أن هذه الحادثة على الأغلب ما هي إلا طلقة البداية في رحلة طويلة من الاتهامات بين المستويين العسكري والسياسي حول المسؤولية عن بداية الحرب، والأخطر خلافات حول نهايتها. نضال كناعني، سكاي نيوز عربية، القدس.